بالبنط العريض تتصدر القمة العربية عناوين الصحف الوطنية. الحدث العربي الأبرز في موعده هذا يشكل فرصة تاريخية للم الشمل العربي وتجاوز المقاربات التقليدية التي تكتب عنها المساء. قمة الجزائر نجاح بكل المقاييس. النجاح الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية مع جمع الفصائل الفلسطينية بعد سنوات من الفرقة والشقاق ما بين غزة والضفة الغربية، نحن نوليها هذه الأهمية كونها حدث هام لنا وللعرب. ولأن الزمان والمكان كفيل بتوحيد الصف، تفتتح الشعب عنوانها الرئيسي قمة نوفمبر نجاح شامل، أولوية الأمن الغذائي، وفي العمق رؤية عربية موحدة للاقتصاد الرقمي. عنوانت اليوم جريدة الشعب افتتاحيتها بقمة نوفمبر، والقمة ناجحة والنجاح شامل. قمة الجزائر بأفكار غير مسبوقة عنوان رئيس في صحيفة الشروق اليومية، في مقال نقلا عن صحيفة لوبينيون الفرنسية تقول: القمة تعيد العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية. اليوم نحن أمام محطة نهائية، وأعتقد أن الشروق بما لديه من إمكانيات ستوفر التغطية الناجحة والمطلوبة لإبراز مدى الجهود التي بذلتها الجزائر. في الجزائر القمة العربية الأولى بلا ورق، تواكب وكالة الأنباء الجزائرية هذا الحدث العربي الهام على مدار الساعة. هناك مقالات في كل يوم يمكن الإطلاع عليها على شريط وكالة الأنباء الجزائرية، ومقالات شاملة كل جوانب القمة العربية سواء الاقتصادية أو السياسية. كل الصحفيين في وكالة الأنباء الجزائرية مجندين لإنجاح هذا القمة، سواء صحفيين، مترجمين، تقنيين. قمة الجزائر تستقطب اهتمام وسائل الإعلام العربية والدولية نظراً للراهن الجيوسياسي للمنطقة العربية.